لازم في المقدمه كده يعني افتكر حسن الهلالي هو بيقول الاول الثاني الثالث، لازم طبعا. وانا بستقبله النهارده استقبال خاص جدا بعد السوبر ما ودعه، وبعد الليجا ما ودعه، ولسه الشامبيونز يودعه، يبقى الثالث، وتبقى كده الموسم ده جبرت بالنسبه لريال مدريد. خلوني ارحب بالمدريديستا بقى بلال محسن، ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا بلال، ارضاك يا بلال، انا مستنيك والله، مستنيك انا كده من زمان. كده اقوم اروح كده، الحلقه خلصت بقى. لا طبعا اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، وكل سنه وكل وحضرتك طيب وكل الساده المشاهدين بخير يا ما رب ان شاء تغلوش الله. يا بلال، احنا بنتكلم يعني واحنا بنختم لسه بقى هنهني الناس. في كاس عندنا ماتش ده الكاس ده العوده، مش عارف تعملوا ايه وعندنا بصراحه، تشافي التشامبيونز مروق ليج انشيلوتي. بقى. احنا اخترنا الواي الصعب بقى، الناحيه الثانيه في اربع فرق صعبين جدا، ريال مدريد وتشيلسي، الناحيه الثانيه بايرن لا ما هو بارسا خلص في اسبانيا والسيتي. والسيتي جاي يخلص في اوروبا. لا ما هو ممكن السيتي ما موسم نلحقش، للنسيان، موسم ما للنسيان، نلحق لسه موسم للنسيان. الرهان على ريال مدريد دايما لحد الدقيقه حاجه و90، فما حاجه مانشستر سيتي وريال مدريد السنه اللي فاتت يقول اصبر شويه. لسه كان معايا ميجال انخيل، كنت بقول له مقوله تيري اونري النهارده، بيقول لك فرق اوروبا كلها بتخاف من طبعا ريال مدريد، وريال مدريد بيخاف من برشلونه. هو هنري يعني ايه، تصريح عاطفي شويه، لان طبعا تيري اونري كان لعب في صفوف شويه. برشلونه، ولكن هو بالنتائج للاسف يعني فعلا ريال مدريد الفتره الاخيره، حتى الانتقادات الكبيره لانشيلوتي على عكس زين الدين زيدان، ان هو ما بيحسنش اداره مباريات الكلاسيكو خالص. يعني انا حللت اداء انشيلوتي في الكلاسيكو في الفتره الاخيره، ان انشيلوتي اصلا بيبقى داخل الكلاسيكو مش محضر هو عايز يكسب ولا هو عايز يخسر ولا يطلع ولا يتعادل. يعني تحس ان هو بيدخل المباراه وبيبدا، وبعدين يبدا يتعامل بقى مع حسب سير اللقاء. يعني ده اللي بان يعني في اخر كام كلاسيكو. لا الريال كان دايما كعبه عالي على برشلونه حتى في الكامب نو، برضه سوء توفيق طبعا في الغاء هدف اسينسيو، وطبعا الفرحه الكبيره وبعدها اوفسايد واضح وصريح من اول شوت. لا انا مش مقتنع، لا لا من انا ما استنيتش الفار على فكره، انا الكره اتلعب اوفسايد واضحه هي وصريحه يعني حاجه بسيطه جدا بصرف النظر. في دراع اسينسيو، بس احنا واضح وصريح. لينا عوده في بس الكاس. خلينا نتكلم كوره. لا برشلونه فايق قوي الفتره دي الحقيقه، وكورتو حتى سيبك من سكور، سيبك من نتيجه المباراه، لا البرشلونه لعب جيم كبير جدا على هو الريال. جافي كمان لما رجع يعني اعاد الاتزان شويه لوسط ملعب لسه بدري كمان، بالظبط، ولسه بدري ديمبلي قوه ضربه. طبعا بدري وديمبلي قوه ضربه اضافيه لبرشلونه. لا السنه دي برشلونه محليا في الليجا بصراحه، يعني انا في النهايه هشوف ان هو يستاهل لقب الليجا صحيح. لو قدر يحافظ عليه. يعني اللي مزعلني بقى وخليني اسالك على الخبر ده، انه في تقارير اسبانيه تحديدا صحيفه الكونفيديسيال زي ما هم بيقولوها يعني، كانت كتبت قالت انت عارف مشكله نجريرا او فضيحه نجريرا نجريرا بالظبط. يعني، وكلام انه الاتحاد الاوروبي بعت للاتحاد الاسباني بيسالوا على تفاصيل الواقعه يعني، والتفاصيل الخاصه باتهامات رشاوي الحكام او لجنه الحكام في اسبانيا، وانه قد يصدر قرار من الاتحاد الاوروبي بتعليق او بوقف مشاركه برشلونه في تشامبيونز ليج في النسخه، حتى لو فاز بالليجا الاسبانيه اللي هو طبعا عمليا يعني فاز بيها خلاص، بس بالظبط. قد لا يشارك برشلونه في النسخه القادمه من تشامبيونز ليج. يعني هو يمكن زي ما حضرتك قلت كده، الساعات الاخيره شهدت تطورات كبيره جدا في موضوع قضيه نجريرا اللي يعني العالم كله منشغل بيها حاليا. انا شفت النهارده حكم محكمه، بس انا ما اعرفش هل اختصاص درجه اختصاص المحكمه ايه، قالت ان القضيه دي غير متعلقه برشاوي الحكام، تمام. دي محكمه داخليه في اسبانيا، ولكن القرار في النهايه اللي هيصدر يعني هنقول بقى ايه، القضاء هيقول كلمته في النهايه. أيوه. وهناك احكام القضاء لما بتصدر، زي شفنا اليوفنتوس نزل درجه ثانيه، وشفنا السيزون ده اليوفنتوس اتخصم منه 15 بونت في الدوري الايطالي، كلها بتبقى وقائع واسانيد قويه جدا، ما بيقدرش الانديه وقتها تعترض على حاجه. ولكن صحيح. انا شايف ان يعني ده المسار الطبيعي بصرف النظر عن انتماءاتنا، ولكن لو حد اخطا لازم ياخد جزاءه. طيب اللي ما يعرفش قضيه نجريرا دي، اتهامات وجهت لاداره برشلونه بانها وجهت رشاوى لنائب رئيس لجنة الحكام في أسبانيا اللي بيمتلك إحدى الشركات الخاصة، وأن إدارة برشلونة دفعت ما يوازي تقريبا أو ما يقترب من حوالي 1.5 مليون يورو للشركة دي، وبالتالي كان في اتهامات ليها بأنها رشاوة يعني غير مقنعة، بتأثر على نتائج لجنة المباراة. الحكام، وبالتالي طبعا ما زالت القضية قيد البحث والدراسة ولم يصدر يمكن فيها قرار نهائي حتى اللحظة. طيب بالظبط.
اروح معاك للحلقه الاخيره لمقابلتنا الاخيره، اتقابلنا قبل القطن، قبل ماتش القطن قبل صح؟ القطن اه الاربع الماضي كان قبل مباراه القطن بيوم، يعني كنا خلاص في الساعات الاخيره بقى قبل المواجهه. الحمد لله رب العالمين الكلام اللي احنا قلناه هنا الحمد لله تحقق على ارض الملعب. شفنا اللعب جماعي، واحد من افضل العروض اللي النادي الاهلي قدمها الموسم ده على مستوى اللعب الجماعي. يعني يمكن احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت وقلنا احنا مش عايزين خلاص نراهن على الاسماء على الفرديات، لا احنا شفنا بقى على ارض الملعب النادي الاهلي بيعمل عرض كبير جدا. شفنا التألق والتطور الرهيب في مستوى بيرسي تاو اللي كمل على مستواه في المباراه الماضيه امام صن داونز رغم الخساره، كان بيرسي تاو عمل واحد من افضل العروض ليه منذ انضمامه للنادي الاهلي، بيكمل على الاداء دوت وبيحرز هدف وبيصنع هدفين. ثم بقى نيجي الكهرباء طبعا المتألق وصاحب الهاتريك، وبالمناسبه ده تاني هاتريك للاعب في النادي الاهلي خارج الارض بعد هاتريك كابتن حسام حسن. كهرباء بيحرز الهاتريك الثاني خارج في خلال يعني المشوار الافريقي وطبعا جات له المكافأة طبعا الفورية بانضمامه لمنتخب مصر. هو يستاهل. كهربا شارك منذ عودته من في 10 مباريات كان ليه 10 مساهمات 7 أهداف وصنع هو بيرسي تاو وكهربا الاثنين في التشكيلة المثالية للجولة الخامسة بالظبط يستاهلوا في دور المجموعات يستاهلوا عملوا وكهربا مرشح انه يبقى أفضل لاعب في الجولة الخامسة إن شاء الله هياخدها. وكان متقدم في التصويت على تويتر وهو يستاهل. كهربا الفترة الأخيرة مركز جدا 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 يعني يمكن اللي يعرف كهربا قريب منه لا كهربا مركز جدا في يمكن دي التشكيله المثاليه طبعا المثاليه ويليامز الخمسه ويليامز حارس صن داونز طبعا بياتي في رغم انه خطا فادح يعني هو في بدا المباراه على فكره بدا المباراه كويس قوي يعني تصدى الانفرادين وفنشها كويس جدا وفنشها طبعا بركله الجزاء ولكن اخطا في موضوع البيلد اب وبدايه الهجمه. طبعا في موجود عندنا من النادي الاهلي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا الاثنين يستاهلوا. بيرسي تاو كجناح يمين او وسط في المركز اللي هو بيتألق فيه حاليا ومحمود كهربا في مركز المهاجم يعني ويمكن يعني عايزين نقول ان منظومه النادي الاهلي تعاملت مع مباراه صن داونز اللي هو انا بسميها مطب صناعي، يعني مطب حصل لنا في نص الطريق كده كان هيعطلنا ولكن المنظومه كلها بدايه من اداره النادي اللي ما اصدرتش مثلا قرارات عنتريه او انساقت للكلام اللي حصل بعد الهزيمه، لا التحلوا بالحكمه. الجهاز الفني كان رده الفعل بتاعته مناسبه جدا، كمان اللعيبه قدرت تسترجع ثقه الجمهور. فمنظومه النادي الاهلي زي ما بيقولوا كده الاشقاء المغاربه يقول لك النادي وكل مكوناته، فالنادي الاهلي بكل مكوناته تعامل مع مباراه صن داونز بمنتهى الحكمه وبمنتهى الاحترافيه. قال لك يعني كنت بساله من ضمن الحوار هو كان معانا مباشرة انت حضرت جزء من الحوار اكيد كنت بساله هل تتوقع انه الهزات اللي تعرض ليها ريال مدريد والخساره من برشلونه الاخيره تاثر على فرصه في الشامبيونز ليج وخصوصا ان عنده مواجهتين صعبين او ثلاث مواجهات صعبين بيفصلوه عن اللقب، حتى لو فاز على تشيلسي هيقابل واحد من اثنين بايرن او سيتي وده لقاء تقيل جدا، وحتى لو عدى من الاثنين دول هيقابل فرقه الناحيه الثانيه غالبا هتبقى نابولي غالبا يعني توقعاتي تبقى نابولي فرقه محترمه جدا. فكنت بساله قال لك ميزه ريال مدريد انه بيعرف يقوم من الكبوات بسرعه بالزبط. ودي سمه لازم تبقى موجوده في النادي الكبير اي نادي كبير. برشلونه اتغلب 8 اليونايتد خسر 7 ليفربول خسر 5 يعني الفرق الكبيره قادره تقوم بسرعه جدا بالزبط. من الهزات او المطبات الكبيره دي وده اللي حصل وده اللي عمله الاهلي بالظبط. علشان كده احنا بنشيد بكل مكونات النادي. التعامل مع مباراه صن داونز كان تعامل حكيم جدا من على مستوى كل الاطراف حتى على مستوى الجمهور. الجمهور ما رماش الفوطه. عجبني قوي 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 على عكس اللي انا كنت متوقعه. انا اسف انا كنت متوقع عكس كده بس عجبني قوي رد فعل جماهير النادي الاهلي بعد الاغلبيه طبعا بالزبط. في ناس كانت غضبانه ومعاها كل حق وانا قلت بالزبط. الكلام ده في الحلقه حقك تغضب وحقك تنتقد وحقك تعمل اللي انت عايزه لانه مش ده الاهلي لكن الاغلبيه الكاسحه كانت في ظهر الفرقه وقالت لك ماتش وخسرناه وهنقوم احسن من الاول والاهم انه يرجع الاهلي مره ثانيه يعني زعيم افريقي وهو ده اللي حصل بقى. عشان كده بقول لحضرتك هي كانت مباراه يعني كانت حاجه مرحله فارقه في الموسم في مشوار الاهلي الموسم دوت. فالنادي بكل مكوناته زي ما حضرتك قلت اداره جهاز لاعبين جمهور كانوا على قلب رجل واحد وقفوا وعدوا الازمه والحمد لله رب العالمين لان احنا نستحق. ربنا سبحانه وتعالى رجع لنا الفرصه في ايدينا تاني زي ما احنا قلنا برضو يعني ربنا بيجعل السبب. احنا اجتهدنا في مباراه القطن يمكن الاهلي قابل القطن وصن داونز والهلال قبل القطن في الكاميرون النادي الاهلي صاحب افضل
عرض فني في ملعب جروه. النادي الاهلي فاز 4-0، يمكن صن داونز فاز 3-1، والهلال فاز 2-1. النادي الاهلي عشان برضو الكلام المغلوط اللي بيتقال ان الهلال ان صن داونز عطل الهلال. طب ما هو صن داونز لما تعادل مع النادي الاهلي في القاهره كان عطل الاهلي لمصلحه مين؟ لمصلحه الهلال. فيا جماعه الحسابات ما بتبقاش كده، لا انا بلعب انا يعني ان شاء الله ربنا ما هيكرمنا بالصعود هنا في القاهره، هيكرمنا بالصعود علشان احنا هنفوز على الهلال ان شاء الله باذن الله في المباراه القويه جدا. واحنا عايزين ناكد مره واثنين وثلاثه ان الهلال السوداني فريق محترم جدا، عنده مدير فني وعنده لاعبين اكفاء. الفوز والصعود ان شاء الله هياتوا للنادي الاهلي من خلال احترام الخصم، الاعداد الجيد للمباراه والتحضير الذهني قبل الفني، التحضير الذهني الجيد. مش هننساق في سيناريوهات المباريات اللي احنا انشغلنا فيها بالصراعات خارج الملعب وعلى السوشيال ميديا خلاص اتعلمنا احنا. لا يعني اعتقد ان الجمهور كمان اتعلم الدرس، لان كل مباراه استنزفونا فيها لصراع خارج الملعب احنا ما كناش بنبقى فيها الطرف الافضل. ولكن انا اعتقد ان الجهاز خاصه الفتره كمان الاخيره واصرار مارسيل كولر على عدم المشاركه في كاس الرابطه من اجل الاعداد الجيد لمباراه الهلال، لانه طبعا خاف يشارك بالصف الثاني فيحصل اصابه او حاجه من العناصر الاساسيه، اللي وارد جدا ان حد منهم يشارك في او يحتاجوا كولر في المباراه، لان انت عندك 10 لاعبين او 11 لاعب في منتخباتهم وارد لا قدر الله. عندك 4 و4 و3 11 لعيب. بالظبط، يعني 11 4 في منتخب مصر الاول، 4 في منتخب مصر الاولمبي، و3 محترفين اجانب. مالي وتونس. بالظبط، فيعني احنا وارد جدا انك تحتاج حد من المجموعه اللي كانت البعض بيطالب ان هي تشارك في كاس الرابطه. اكيد هتحتاج حد. بالظبط، فالنادي الاهلي واضح جدا ان هو يعني بيجهز نفسه كويس قوي على المستوى الفني والذهني للقاء ده، اللي ان شاء الله هيكون واحد من ليالي بقى رمضان الجميله. واحنا عندنا طبعا جمهور النادي الاهلي، والنادي الاهلي يعني ذكرياتنا في رمضان مختلفه طبعا، يعني اشهرها عايزين نقول جون كابتن سيد عبد الحفيظ في الترجي في تونس، كان الجمهور كله في الشارع وقتها 17/11/2001. لا كده ما شاء الله. لا الجون ده ما تسهوش. وكانت سهره رمضانيه جميله، وكان الجمهور كله حتى اتسحر في بعد المباراه على طول في الشارع، كان سهره رمضانيه جميله. ان شاء الله النادي الاهلي يوم 1 ابريل ان شاء الله يكرر ليالي رمضان الجميله امام الهلال، وان شاء الله نتمكن من الصعود بقى. واحنا طالما صعدنا تاني في المجموعه فطريقنا ان شاء الله لللقب، يعني باذن الله يعني ممهد باذن الله خطوه خطوه بإذن الله. ونحقق البطوله ان شاء الله اللي كلنا امل اننا ان شاء الله. طب كوره، اهم ايجابيات ماتش القطن الكاميروني اللي تتمنى انه الاهلي ياكد عليها في مرحله تحضيره ومواجهته لماتش الهلال. اهم ايه اللي اختلف في كره الاهلي؟ يعني احنا شفنا الموسم ده ماتشات فوق خالص وشفنا ماتشات تحت خالص، تمام، وجينا بعد سان داونز كانت الاستفاقه زي ما بيقولوا كده، لانه ما كانش قدامك حل تاني. بالظبط، يعني كنت مطالب تحقيق فوز كويس جدا، ان هم كانوا اربعه، ما كانش حد عارف ان الاربعه دول هينفعونا جدا في مواجهه الهلال، هيفرقوا معانا جدا في الماتش بتاع الهلال. ايه الحاجات الايجابيه اللي حصلت في ماتش القطن تخليك تراهن على تكرارها، او على انه شكل الاهلي قدام الهلال يبقى بنفس الجوده ونفس الكواليتي؟ ابرز النقاط الايجابيه طبعا اللي النادي الاهلي كان مختلف فيها عن المباريات السابقه طبعا، وهي جماعيه اللعب. ده اللي احنا اتكلمنا عنه هنا في الحلقه الماضيه، وقلنا ان النادي الاهلي لازم يمتلك منظومه لعب جماعي هي الوحيده القادره على فك تكتلات اي فريق، على ان انت بتوصل تقدر توصلك للمرمى الفريق المنافس دايما وباستمرار. وده اللي حصل في مباراه القطن الكاميروني، النادي الاهلي فاز باربع اهداف، وكان في كره لحسين الشحات انقذها المدافع من على خط المرمى، اكتر من كره النادي الاهلي حاول بعد الرباعيه ان هو كمان كان يزيد الغله. فالنادي الاهلي اهم ايجابيات مباراه القطن، 1 جماعيه اللعب، 2 الشهيه المفتوحه للتهديف، الوصول المتكرر لمرمى المنافس والمحاولات المستمره، 3 او 4 اللامركزيه اللي كانت موجوده. احنا شفنا مروان عطيه طبعا، احنا هنا طالبنا وقلنا ان شاء الله يكون مروان في التشكيل الاساسي، وايضا جت المكافاه فوريه زي ما جت لكهربا جت لمروان في الانضمام لمنتخب مصر. انا اعتقد ان هو يكون واحد من اهم العناصر اللي يعتمد عليها فيتوريا في المرحله اللي جايه، لان هو يستاهل. لعيب رقم 6 بس لعيب كوره، لعيب عنده رؤيه، يعني احنا بنشوف مروان بيرفع عينه، وده اللي احنا اتكلمنا عنه، قلنا عايزين اللاعب اللي على الدايره. الكره بتاعت قفشه اللي عملها له، واللي مروان بالظبط. وقفشه عملها بقى، لعبها بالاحساس. اللعيب اللي عينه مرفوع، يعني في لعيبه كتير يقول لك ايه،
مش شايف غير تحت رجله، يعني بالزبط. مش شايف غير المربع اللي حوالين منه، في لعيبه تانية كشف الملعب. ومش بس قصه انك تبقى عندك الفيجن او عندك القدره انك تشوف تحركات لعيبتك او تحط الكرة في الحته الفاضيه، لكن كمان الدقه في التنفيذ. دي مش اي لعيب عنده، خصوصا في الباسات الطوليه على الارض او في الهواء، بتبقى برضو مميز فيها، مميز فيها جدا. طبعا. لا احنا كمان مروان من يعني رغم قله مشاركاته، لانه هو لسه حديث العهد بالانضمام للفريق، انضم للفريق في يناير، ولكن الكره اللي عملها القفشه في مباراه القطن، عملها لمحمد هاني في مباراه المقاولين، عملها في لحسين الشحات في مباراه اسوان، نفس الكره بنفس الرؤيه وحسن التمرير. طبعا بيعمل الكره مميز قوي مروان. غير كده كمان تمريراته المميزه، مروان قاطع جيد جدا للكرات، بيجيد جدا قطع الكره، وفي فرق بين انك تقطع بس وتقطع وتسلم، لا مروان عنده الحته دي، بيقطع ويسلم، بيقطع ويعمل الباص في نفس اللعبه، فده بيوفر عليك وبيعمل معاك، وده بقى اللي فرق. حتى تلاقي النادي الاهلي معدل امتلاكه للكوره في مباراه القطن الكاميروني ومعدل الهجمات اللي على مرمى الفريق المنافس اكبر من اي مباراه قبل كده. ليه؟ لان مروان كان مسهل عليك قوي الحته دي، انسيابيه الاداء اللي كان عاملها صحيح. كمان الانسيابيه في الاداء اللي كان عاملها مروان كمان مع عوده عمرو السوليه، اللي انا لازم ادي له حقه. لو نفتكر قبل مباراه سان داونز احنا اتكلمنا، وانا قلت ان انا بتمنى ان لو السوليه قادر، لان الحته اللي دايما في ظهر علي معلول السوليه يعني بيبقى عامل مامن الحته دي جدا، وشفنا علي معلول يمكن ما حصلش، الخطوره كلها كانت عن طريق واسو لاعب القطن الكاميروني، لم يظهر على الاطلاق في المباراه دي، لان علي معلول الحته دي كانت مقفوله تماما في وجود عمرو السوليه. فالاثنين دول اضافوا لوسط ملعب النادي الاهلي، لان الاثنين عندهم كوره. طبعا مع جماعيه الاداء اللي كان كولر مدي التعليمات انه يكون في جماعيه وفي عدم او لا مركزيه في التحركات، هو ده اللي اتمنى ان النادي الاهلي يستمر عليه، وتبقى عندنا منظومه لعب نبني عليها الفتره الجايه. خد بالك ماتش ده كانه بالظبط ماتش دور اقصائي، يعني ادوار اقصائيه نوك اوت، لانه اللي نتيجه المباراه هتخدمه هيكمل في البطوله، واللي مش هتخدمه هيودع البطوله. وبالتالي الهلال جاي عنده فرصتين، هو بياني حساباته انه اما التعادل او المكسب باي نتيجه، المهم انه ما يخسرش. والاهلي ما عندوش غير حل وحيد، ان هو يحقق مكسب. المكسب ده يكون 1-0 في حاله عدم قدره الهلال على التسجيل، او فارق هدفين في حاله انه لا قدر الله الهلال سجل هدف هنا في استاد القاهره. ده يفرض سيناريو مختلف، يفرض شكل مختلف لطريقه تفكيرنا كاهلي في اللقاء، وكطريقه تفكير الهلال. هل تتوقع انه يكون جيم مفتوح؟ هل تطالب الاهلي بالضغط من البدايه وانه يحط الهلال في نص ملعبه، ولا يبقى جيم ليه حساباته ويتقسم كل ربع او كل ثلث ساعه بسيناريو مختلف؟ هو مبدئيا احنا عايزين طبعا يعني قبل ما نتكلم في الفنيات، عايزين نشيد جدا 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 بطلب وتحرك اداره النادي الاهلي لطلب الساعه الكامله لاستاد القاهره والحضور الجماهيري الكبير. انا نازل المباراه كسبان بافضليه كبيره جدا. احنا اتكلمنا يوم مباراه سان داونز وحضرتك سالتني وقلت لي هل امتلاء الملعب هيدي افضليه لسان داونز؟ كانت الاجابه نعم. الوداد المغربي في النهائي لما واجهنا الوداد في نهائي البطوله الماضيه كان في تفوق كبير جدا. اهم اسباب التفوق على فكره مش فنيا، معظم عناصر الوداد موجوده حاليا معاك. والوداد مش احسن حاجه ولكن شكل الجمهور والدخل الفريق طبعا. المنافس يمكن اتكلم عنها عماد متعب النهارده طبعا في احد اللقاءات، وقال ان استاد القاهره كان طول عمره بيمثل رعب كبير جدا لاي منافس جاي يواجه النادي الاهلي في ملعب القاهره. فدي نفسيا ان شاء الله تدينا تفوق كبير جدا باذن الله. في اللعيبه وهي داخله حتى تسخن ويشوف الملعب مليان على اخره، الجمهور لعيبه النادي الاهلي هتستمد قوه كبيره جدا منها. بلال دي حاجه ملهاش علاقه بالاهلي او بغير الاهلي، اي لعيب كوره، اي لعيب كوره بيلعب قدام جمهور بيطلع افضل ما عنده، اي لعيب كوره بيلعب بمدرجات فاضيه بالنسبه له حتى لو ماتش رسمي وماتش مهم بيبقى بالنسبه له زيها زي التمرينه، يعني فاهم؟ استنفار الطاقه وانك انت تطلع اقصى ما عندك، ده دور الجمهور طول عمره في المدرجات. وياما بالذات بقى لو اتكلمنا على الاهلي، ياما مناسبات كتيره جدا جمهور الاهلي لما قلنا ان هو اللاعب رقم واحد وانه الجمهور اللي بيصنع الفارق، انا ممكن اعدلك من هنا لاخر الحلقه كتير. مواقف كتيره جدا كان الجمهور هو اللي بيقلب وبيغير سيناريوهات الماتشات. بالظبط، علشان كده انا بقول لحضرتك ان دي هتبقى نقطه كبيره جدا في صالحنا، ما حصلتش من سنوات كبيره، 50,000 كمان مرشحين للزياده ل 60,000 كمان، فده ما حصلتش من سنين كبيره. فده نقطه تفوق. نيجي للعوامل الفنيه على ارض اللقاء. انا اعتقد ان ابنجي ده المدير الفني للهلال السوداني هو مدير فني عنده خبرات في الكره الافريقيه بالظبط، وانا اعتقد ان هو مش هينزل يدافع، لانه هو عارف ان هو لو تلقى هدف مبكر
هو الموضوع بالنسبه له هيختلف، لان طبعا استغلال العامل الجماهيري واستغلال حماس النادي الاهلي ورغبه النادي الاهلي في التهديف والشهيه المفتوحه اللي احنا اتكلمنا عنها ممكن يخسر اللقاء بهدفين وبثلاث اهداف. فانا اعتقد ان ايبنجي هيفاجئ النادي الاهلي انه هيلعب جيم متوازن في البدايه، زي ما بالمناسبه واجه صن داونز. يعني احنا لو رجعنا للقاء الهلال والسوداني وصن داونز في جنوب افريقيا، بالمناسبه صن داونز كان الهلال السوداني كان عامل واحد من افضل العروض. صن داونز شكل الهلال شكل خطوره كبيره جدا على صن داونز في جنوب افريقيا. واي فريق عنده كوره هيشكل خطوره على صن داونز على فكره. بالظبط، هو فريق محترم صن داونز وعنده كوره وعنده لعيبه على اعلى مستوى، بس هو دفاعيا تقريبا ما جاش. شفنا الهلال بيوصل ثلاث مرات، احنا هنا في القاهره احنا واحنا هناك في جنوب افريقيا، سيبك من النتيجه بالظبط، بس حتى احنا كان لنا كورتين في العارضه وكان لنا كور كتير جدا ممكن تغير سيناريو الماتش يعني. بالظبط، ولولا سذاجه الاخطاء. خد بالك برضو في امور نفسيه بتحصل في اثناء سير المباراه ملهاش علاقه بقدراتك كفريق كوره. يعني لما يحصل خطا ساذج جدا زي ماتش الريال مثلا، لعبت جيم كبير جدا وطول ما النتيجه 2-1 انت كنت ند بند، لما حصل خطا جه الثالث وجه الرابع خلاص بتبقى داون، الفريق بيهمل بقى. بالظبط كده، فهو السيناريو بس اللي خدم مش اكتر، لكن هو دفاعيا فريق سهل جدا انك انت تخترق وتلعب على اخطائه الدفاعيه الكارثيه. بالظبط، لا لا هو عنده، احنا اتكلمنا وشرحنا الثغرات الكبيره اللي موجوده في فريق صن داونز، ويعني المباراه للنسيان. وارد جدا على فكره نواجه صن داونز في ان شاء الله بعد ما نتمكن من الصعود. ولكن الهلال السوداني وزي ما قلنا ايبنجي هيدخل اللقاء بتوازن كبير. يعني هيبقى عنده توازن، عنده الرباعي الامامي بقى بالمناسبه مميز جدا، يعني عنده محمد عبد الله، عنده مكابي، عنده غربال، وعنده طبعا لوليبو الكونغولي اللي هو بالمناسبه جابه. مكابي لوليبو هو مكابي لوليبو ومحمد عبد الرحمن وغربال، وعندهم كمان طبعا اطهر الطاهر اللي اهدر ركله الجزاء، ده كان معار في سموحه. عندهم الرباعي الامامي خاصه محمد عبد الله لعيب عنده كوره، كورته مميزه جدا، وانا استغربت يمكن ان هو مش هو اللي يعني راح لركله الجزاء لما اتحسبت، وانا تفائلت اول ما اطهر الطاهر طبعا تصدى لتسديد ركله الجزاء، لان صعب جدا تجيب باك رايت يشوط ركله جزاء خاصه بالتكوين الجسماني الاطهر. وجبنا محمد هاني شاط ضربه جزاء بالظبط. هو ويليامز تخصص باك رايت بقى، بيصد من هاني بيأتراكت الباكات رايت، صد من هاني وصد من اطهر. فهو بيعتمد القوه الضربه كلها في الهلال السوداني على الكونغولي لوليبو. لوليبو هو محطة بيطلع عليها فريق الهلال، بيقدر يسحب الفرقة بالمناسبة كويس جدا للمناطق الأمامية، يعني ممكن الفريق يلعب الكرة بيقف على الكرة كويس قوي، بيفوز بمعظم الالتحامات الهوائية. هو على الأرض مش مميز قوي، يعني احنا شفناه راح بكذا كرة على مرمى صن داونز، مش مميز على الأرض عكس الكرات الرأسية والضربات الثابتة. يمكن كان أحرز هدف في مرمى النادي الأهلي وأحرز هدف مماثل في مرمى القطن الكاميروني من نفس اللعبة. تتخوف، هاخدك لاخر نقطه في ماتش الاهلي والهلال عشان عايز اروح معاك لمنتخبات مصر واولمبي واول، وطبعا نعدي على تشامبيونز ليج، بس اخر نقطه في ماتش الاهلي والهلال، تتخوف من فكره الفاصل الزمني ما بين استعاده الاهلي اللي لعبته مره تانية الدوليه وماتش الهلال؟ يعني احنا مفترض لعيبه الاهلي هترجع يوم 29، هيبقى عندك 30 31، هل ده فتره كافيه انك انت تجمع اللعيبه اللي هتبقى جايه طبعا من مباراتين او مواجهتين دوليتين، الاولمبي بيلعب مع زامبيا والاول بيلعب مع ملاوي رايح جاي، فتره كافيه بالنسبه لك ولا ممكن تبقى شويه مقلقه؟ او مش عايز اقول مشكله بس مقلقه يعني. هو دايما التوقف الدولي بيبقى سلاح ذو حدين، التوقف الدولي بيبقى دايما مضر جدا للفرق اللي كانت مفنشه قبل التوقف بصوره كويسه جدا، ويجي التوقف يعمل الفاصل اللي حضرتك بتقول عليه، وبتبقى مفيده للفرق اللي كانت عندها مشاكل وبتستغل فتره التوقف لاعاده الحسابات مره اخرى. فالنادي الاهلي في الحاله دي لا، يعني احنا ممكن يبقى عندنا تخوف في محله شويه، لان كمان السفر ورحلات السفر احنا عندنا بيرس تاو النادي بيحاول يحجز له من دلوقتي، لان في كلام ان مفيش طيران من تقريبا الدوله اللي هو مسافر يلعب مع منتخب جنوب افريقيا، مفيش طيران مباشر للقاهره. فيعني في مشاكل، انت عارف مشاكل السفر والطيران داخل افريقيا، يعني تبقى صعبه شويه، فهيبقى في ارهاق. كمان منتخب مصر هيشارك في مباراه العوده امام ملاوي، اللعيبه هيأدوا المباراه وهم صايمين الساعه 3، فكل دي حاجات هتعمل او عوامل ممكن تؤثر بدنيا على اللاعبين المنضمين لمنتخباتهم. نتمنى بقى في اليوم، طبعا هي فتره مش كافيه خالص ان انت هترجع تعمل يوم ريكفري واليوم الثاني تراي ماتش والتالت
ثالث يوم هتبقى المباراه. ولكن انا اعتقد ان الحاله اللي كان عليها اللعيبه وان هم قطعوا على نفسهم عهد كبير جدا قبل التوقف ان هم ان شاء الله هيسعدوا وهيفرحوا الجماهير بالصعود، انا اراهن على الحاله ديت ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي لما بيتحطوا تحت المسؤوليه بيبقوا قدها وبيعدوا وبيتجاوزوا المباريات الصعبه. ان شاء الله زي ما قلنا في قبل ماتش القطن هنتقابل تاني، وان شاء الله نهني الاهلي على التأهل، ان شاء الله بعد ماتش الهلال نتقابل تاني ونشوف الاهلي باذن الله يواجه مين في دور الثمانيه. طيب خلينا نروح لمنتخبات مصر، ظهور اول لنسخه روي فيتوريا منتخب اول، وظهور اول ايضا لروجيرو ميكالي منتخب اولمبي. ايه المنتظر من المنتخبين في الفتره دي؟ يعني يمكن فيتوريا طبعا هو احنا اتفرجنا على منتخب مصر معاه، شفنا منه ايجابيات كبيره جدا بالمناسبه، يعني يمكن ابرزها طبعا مباراه بلجيكا اللي قدر يكون بتكلم على مباراه رسميه. طبعا انا بتكلم ان احنا يعني في قبل المباراه الرسميه مقدمة. كان عنده مقدمات للاداء. أيوة. هو قدر طبعا يعبر بشكل كويس ان هو من المديرين الفنيين اللي هم بيحبوا يلعبوا كوره شويه، يعني يمكن هو راح جاب محمود حماده مثلا لاعب فاركو. اختياراته عموما يعني سيبك من الاسماء، مش عايز اقف مع الاسماء، اختياراته كمجمل شايفها ازاي؟ شايف ان هي يعني معظم الاختيارات انا شايف ان معظم الاختيارات منطقيه جدا، يعني يمكن هو عنده واضح ان هو عنده يعني لاعبين او قيم ثابته في المنتخب. طبعا محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، عنده فتوح بيحبه جدا وبيراهن عليه، عنده كمان زي ما قلنا اتكلمنا عن محمود حماده هو مقتنع بيه جدا، عمر مرموش، يمكن اضاف للقائمه المره دي احمد عبد القادر، واضاف للقائمه مصطفى فتحي ومحمود كهربا ومروان عطيه، كل الاسماء اللي هو شايف ان هي ممكن تعمل الفرق معاه. هو واضح ان هو بيراهن على العناصر الشابه، يمكن كان في ناس اتكلمت عن بعض اللاعبين الكبار ان هم يعودوا تاني للمنتخب، ولكن هو الراجل انا احترمته جدا في النقطه دي ان هو بيعمل فريق للمستقبل، بيعمل فريق لكاس العالم 2026، عايز يبني فريق. فانا شايف ان فيتوريا انا متفائل جدا بيه، وشايف ان هو هيحط المنتخب على الطريق الصحيح بقى لعوده المره اخرى الانتصارات مع الكره الجميله اللي احنا كنا اتعودنا عليها طبعا في فتره الكابتن حسن شحاته. كلمتين دول قلناهم مع مديرين فنيين كتار جدا، وللاسف التجربه ما كانتش على المستوى، لكن نتمنى انه فيتوريا يقدم جديد، وشايف انه يقدر يقدم ده الحقيقه. راجل عنده كوره وضحت بشكل كبير زي ما قال بلال قبل كده مع المنتخب، وقبل كده السي في بتاعه الحقيقه سي في محترم جدا وان كان مع انديه اكتر منه كمنتخبات. ميكالي حائز على برونزيه بس مع البرازيل طبعا. بالظبط انا لسه كنت لسه النهارده كنت بتكلم في موضوع ميكالي، هو مدرب كويس جدا، عمل جيل كويس في للبرازيل، عمل شكل تشكيله منتخبنا طبعا في ماتش النهارده وكنا عايزين بقى نتابع النتيجه 0-0 لسه جدا. حتى الان للاسف يعني يمكن بعيدا عن ميكالي وبعيدا عن التشكيل، في مشكله كبيره جدا بتواجه الكره المصريه في السنوات الاخيره، وهي ندره المواهب. يعني انا كنت النهارده بتكلم مع حد في موضوع يعني احد الاصدقاء. طب تعالى كده بس انا اقول لك حاجه، يعني نشوف الفرقه الاساسيه، حمزه علاء مش اساسي مع فرقته، احمد عيد مش بعد أساسي. الاعاره لا بس اعتقد بيلعب مع يعني في مباراه الزمالك نزل في الدقيقه 80. اوكي حسام عبد المجيد أساسي. يبقى اثنين مش اساسي واحد اساسي. محمد طارق مش اساسي، محمد اشرف مش اساسي، احمد نبيل كوكا مش اساسي، محمود جهاد ومحمد شحاته وابراهيم عادل ومصطفى سعد، يمكن مصطفى سعد بس واسامه فيصل سموحه، واسامه فيصل مش اساسي مع البنك مش اساسي برده مع البنك لا. وابراهيم عادل مش اساسي برده لا للاسف، يعني ما انا بقول لحضرتك يعني هو الاختيارات هو الراجل مش في ايده حاجه، يمكن هو ما فيش حد برده من الجيل دوت قدر يحجز مكان اساسي في الفريق بتاعه او في النادي بتاعه، يمكن باستثناء زي ما قلنا مصطفى سعد ميسي هو الوحيد اللي بيتمكن من المشاركه مع سموحه بصفه اساسيه. بالظبط، اما باقي العناصر اللي بيشارك على فترات يعني زي احمد عيد حسام عبد المجيد برده بيلعب حسام عبد المجيد اساسي مع الزمالك. يا احمد نبيل كوكا شارك في مباراه القطن، خد شويه برده كويسين في الاخر، يعني فهو ده يمكن ده ما يخدمش الراجل شويه. انا شايف ان احنا بنلعب المباراه النهارده على ربنا، بمعسكرات اكتر، بتجمعات اكتر، بماتشات وديه اكتر. انا شايف ان هو لازم يبقى فيه خد بالك الهدف مش التاهل لافريقيا، الهدف الاولمبياد. بالظبط وبعدين احنا هنروح اولمبياد، احنا السنه اللي فاتت نسخه طوكيو لما خرجنا من البرازيل في دور الثمانيه الناس كانت زعلانه. بالظبط، يعني انت مش بس رايح تلعب افريقيا ورايح توصل الاولمبياد، انت كمان عايز تعمل حاجه في اولمبياد. هي احلام، هي احلام مشروعه، بس دايما يعني الاحلام تبقى مرتبطه بالواقع شويه. انا شايف ان على ارض الواقع
الموضوع صعب يعني. احنا أيوة. بنلعب على ارضنا النهارده، خاصه التطور الكبير للمنتخبات الافريقيه، دي نقطه احنا غافلين عنها. المنتخبات الافريقيه ما بقاش في منتخبات صغيره خلاص، المواهب والهجره اللي احنا كنا اتكلمنا عنها هنا في حلقه من الحلقات. صحيح. المواهب الصغيره في الدول الافريقيه بتطلع اوروبا وهم صغيرين، كل دوت غير خريطه الكره خالص في افريقيا تماما. ومصطفى اشرف اللي تم استبعاده صح ولا مش موجود؟ مصطفى اشرف ده اللي بيلعب في بروسيا مونشنجلادباخ. مش موجود اوريدي في قائمه المباراه. هو ده برده من ضمن الملفات اللي انا حاسس ان احنا مقصرين فيها جدا، موضوع متابعه اللاعبين المحترفين الصغيرين خارج في اوروبا او في الدول. فيها انا حاسس ان احنا مقصرين جدا، مش فاتحينها اساسا. يعني شايف ان احنا بعاد احنا مش فاتحينها اساسا. انا شايف ان يعني خالص يعني يمكن احنا استعرضنا قبل يعني من حلقتين استعرضنا القائمه الاعداد المحترفين في الدول. لا لقينا احنا جاب كبير جدا بيننا وبين دول زي نيجيريا والكاميرون والسنغال. ف في ثلاثه من عندنا هنا يعني، ثلاثه من منتخب السنغال اللي كانوا بيلعبوا لسه عندنا هنا، طلعوا من هنا على ميتس فرنسا. بالظبط. بالظبط. يعني احنا بقى عندنا العكس خالص، يعني احنا عندنا اللعيبه ديت ما بتشاركش مع انديتها اصلا في الدوري المصري. فعشان كده بقول لحضرتك الخريطه، ولو استمر الوضع بالمناسبه، لو استمر الوضع على كده المنتخبات الناشئين في مصر هتروح في حته بعيده جدا جدا. لان يعني او هي راحت خلاص يعني. يمكن النهارده ده اخر امل للمنتخبات طبعا، للمنتخب طبعا. اتمنى. لان هيبقى الموضوع كارثي يعني اكتر ما هو كارثي. مع الاخذ في الاعتبار ان يعني معظم الاسماء اللي انا قلتهم دول دلوقتي انا واستعرضتهم مع بليل، انا شايف ان هم لعيبه كوره كويسه ومبشره جدا بصراحه. تبني عليهم وتسوقهم وتشتغل عليهم ويبقى عندك منتخب كويس جدا، بس لازم يبقى في اساسيات اولها فرصه المشاركه. بالظبط. طيب عايز اروح معاك للكوره في اوروبا، ومن النهارده كالعاده طبعا مجهزين لنا مجموعه ارقام لطيفه جدا واحصائيات. خليني ابدا معاك بالسوشيال ميديا، الباور بتاعه السوشيال ميديا وكيفيه استغلالها للترويج للمسابقه. تمام. اذا كان عايزين يبقى عندنا مسابقه كويسه لازم احنا نسوق لها ونروج لها بشكل كويس جدا. اللي حضراتكم شايفينه ده أرقام المتابعة على منصات السوشيال ميديا المختلفة للدوريات، أو كمش على الأندية، بتكلم على الدوري، دوري الأسباني، دوري الإنجليزي، الدوري الألماني، الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي. وطبعا دي الألوان دي بتمثل المنصة نفسها، سواء كانت فيسبوك أو تويتر أو تيك توك أو إنستغرام أو يوتيوب أو ويبو. فبالتالي طبعا في الصداره نستعرض بقى بلال يعني الأرقام. يمكن بياتي في الصداره طبعا الليجا الاسبانيه بتاتي في الصداره، دي كانت مفاجاه بالنسبه لي بصراحه. يعني 167 مليون متابع على حسابات الليجا على مختلف وسائل التواصل. مفاجاه مش ان هم يبقوا في الصداره، يعني ان هم يبقوا متقدمين في الموضوع ده، لكن كانت مفاجاه ان هم يتخطوا الدوري الانجليزي. هو يمكن عشان شعبيه برشلونه وريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا هم الناديين الاكبر شعبيه على مستوى العالم باعتبارهم قطبي الكوره في العالم كله. فدول ممكن اللي مرجحين كفه الليجا شويه طبعا، مدين قوة لمسابقة الليجا. يعني رغم انه المنافسة في الليجا مش بنفس قوة المنافسة في البريمير ليج، وعدد الفرق الكبيرة اللي ليها قواعد جماهيرية وشعبية كبيرة جدا هم فرقتين، ممكن يبقى وراهم اتلتيكو مدريد شوية، فالنسيا مثلا، اشبيليا، سيبيا. يعني لكن في انجلترا انت بتتكلم على اليونايتد وعلى ارسنال وعلى ليفربول وعلى مانشستر سيتي وعلى تشيلسي، وكلهم ليهم سبع او ثمان اندية ليهم قواعد. ده حتى يعني في الشامبيون شيب الدوري الدرجه الثانيه في انجلترا كامل العدد. يعني الموضوع الجمهور في انجلترا لا مختلف جدا. ولكن زي ما قلت حضرتك انا برجع الموضوع دوت لوجود برشلونه وريال مدريد طبعا في الليجا وشعبيتهم الكبيره جدا. يعني يمكن شعبيه برشلونه وريال مدريد هي الاعلى على مستوى العالم في كل ورا الدوري الاسباني، الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي وان كان الفرق مش كبير قوي، بنتكلم 167 مليون متابع مثلاً. 166 مليون متابع. فبالتالي الفرق هم يعني الدوريين الاقوى على مستوى العالم طبعا. أيوه. بياتي بعديهم بقى برقم كبير جدا، جاب كبير قوي 36 مليون بيتابعوا البوندس ليجا طبعا للدوري الالماني. بعد كده الدوري الايطالي، وده برضو رقم يعني غريب شويه بالنسبه لي، لان الدوري الايطالي انا بالنسبه لي بشوف ان هو واحد من يعني انا دوري. بالنسبه لي رقم ثلاثه، انا بالنسبه لي شخصيا انا الدوري الايطالي رقم ثلاثه بعد الليجا والبريمير ليج، بيجي المفروض يجي الدوري الايطالي. ولكن طبعا كان الاول في يوم من الايام يعني. بالظبط. انا بتكلم في كده ان هو كان في وقت من الاوقات السيريا اي يعني كانت ليها باع كبير جدا طبعا. يعني السنين الاخيره يمكن انعدام المنافسه شويه، شفنا هجره النجوم ما بقاش فيه. بالظبط. الدوري الايطالي ما بقاش زي الاول، ولكن طبعا نابولي السنه دي عامل حاله كبيره جدا، والميلان السيزون اللي فات كان في فتره من فترات انتر ميلان لما فاز
بكل البطولات كان الدوري الايطالي وقتها. اعتقد ان الدوري الايطالي على الطريق يرجع مره ثانيه، ولكن الرقم بعيد جدا 25 مليون. الدوري الفرنسي طب خليني اخد معاك من الفكره دي، احنا فين من ده؟ يعني الفكر ده، فكره انك تستغل النجوم، تستغل الشعبيه والجماهيريه الكبيره جدا، تستغل المحترفين اللي موجود عندك. بالتاكيد النهارده جمهور الكره في مصر حريص على متابعه المنصات التواصل الاجتماعي عشان محمد صلاح بالزبط. الجزائر عشان رياض محرز، مش عارف في ايطاليا مين عشان اوسيمين، وهكذا بالزبط. احنا فين الفكر ده؟ هو احنا لو جينا يعني شفنا الدوري المصري بالمناسبه، يمكن طبعا بره الاحصائيه خالص، يعني تقريبا 250 الف للاسف على صفحه على الرابطه. يعني رقم طبعا بعيد جدا، بعيد بالنسبه على فكره احنا عندنا هنا في مصر قوه السوشيال ميديا كبيره جدا، والناس اللي بتستخدم السوشيال ميديا في مصر عدد يعني عدد كبير جدا. ولكن زي ما حضرتك قلت كده، التخطيط ان انت ازاي تستغل، مثلا زي ما بتيجي مثلا صفحه الدوري الانجليزي على الفيسبوك او على تويتر بتجيب محمد صلاح وبتصوره وبتنزل، ليه هي بتعمل كده؟ ليه؟ صلاح قيمه كبيره جدا، ولكن هي بتكتسب شعبيه، عارفه ان المتابعين المصريين والمتابعين العرب هيدوروا على صلاح فهيروحوا، فبتعمل رواج كبير جدا وبتعمل حاله من الترافيك عالي قوي على كل المنصات السوشيال ميديا. احنا هنا لو جينا في مصر، احنا عندنا مثلا محترف زي علي معلول قيمه كبيره جدا في تونس، عندنا في انديه ثانيه محترفين مغاربه. بشكرك شكرا جزيلا، وصلنا الوقت بيجري معانا بسرعه جدا. بشكرك يا بلال كل الشكر، وهيكون لينا لقاءات ثانيه طبعا نتكلم فيها بالتاكيد طبعا، وعلى مدار الشهر الكريم هنكون موجودين معاكم بشكل يومي طبعا. الاهلي في رمضان نتابع ونغطي كل اخبار الاهلي ونستمتع بنجومه وسهرات رمضان. كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه، واشكركم على المتابعه وتحياتي لكم.